توفقت جيت كان عندي من 8 ل 11 مادة الرياضيات دازت مزيانة، وغير هي واحد الإحساس كيكون ماشي بحال أنك برا، حيت وسط السجن خاصك مكافحة بزاف أنك تحافظي وخاصك تحمل من حاجة، والحمد لله دازت سهلة، دازت الأمور كما يرام، يعني ماشي صعيبة، ماشي شي حاجة كبيرة، ولكن مهم راه وسط الحبس راه الانسان خاصو ضروري يكمل الدراسه ديالو، ماشي غير يقول انا وسط الحبس ما نكملش دراستي، لا، كيف ما في الحبس كيف ما في السفير خاصو يكمل الدراسه ديالو. كنت مدخله 20 سور 20 من برا، وكنت كنبريباري بوحدي حيت كنت ديجا سيونس مات ودرت علوم فيزيائيه، لهذا جاني سهل بزاف لان المات ما تياخذش شي مجهود بزاف، اغلبيه خاصك تكون حافظه غير القواعد والخاصيات. هذا اول امتحان ليا اصلا حتى في الباك، اول امتحان ليا ووسط من الحبس، شويه كتكون الخلعه كيكون ستريس، ولكن كتدوز وتشوف ورقه الامتحان ما كيبقى عندك والو، يعني عادي بحالك دوز امتحان مراقبه مستمره. دوزنا الماده ديال الرياضيات، كان داكشي مزيان، بريبارينا وكيوقفوا معنا الاساسيد كيجيو كيقريونا هنايا المؤسسة السجنية المحلية عين سبع الواحد، وداك الشيء كان مزيان في مستوى، كنا موجودين ليه الحمد لله، داز داك الشيء كل شيء مزيان بخير وعلى خير. كانوا كيجيبوا لنا أساسيد هنايا كنديروا الدعم في أقسام، كيجيبوا لنا أساسيد من على برا وكيعلمونا كيفاش كنقراو داك الشيء الأساسي اللي غيتحط لينا في الباك، وداز داكشي مزيان الحمد لله بخير. انا المجهود اللي درت كنت كناخذ الكتوبه كنجيبو من على برا وكنبقى بريباري، وكيعاونونا الاساسيد اللي كاينين هنايا في المؤسسه الله يجازيهم بخير. هادشي اللي كاين اول مره، اول تجربه غتكون عندي في هذه المؤسسه، كنت دوزت على برا وما خديتوش، كنتمنى هذا العام ان شاء الله نكون متوفق مع الفائزين وان شاء الله يكون خير. هادشي اللي كنتمناو، قلت نستغل هذه الفرصه هذه ما حد تعطاتني وما حدي انا هنايا، قلت اللهم ناخذ شي حاجه اللي غنستافد منها من بعد، وكنتمنى الله يدير لنا شي تاول ديال الخير. قررت هذا العام هذا بانني نساعدهم مادام عندي في المجال اللي كنعرف فيه، هذا تطوعت بانني نعطيهم دروس ديال الدعم هنايا، والاداره سمحت لينا بهذا الامر هذا وشجعت، هذا تشجيع بالنسبه للتلاميذ كلهم اللي ماشي غير في هذه الدوره هذه، ربما في الدورات الاخرى ان شاء الله. كل شيء الامكانيات هنا متوفره، سواء من المكتبه او لا من بالنسبه للاساتذه اللي كيديروا الدعم، كذلك راه المندوبيه موفره لهم جميع الظروف. في هذا العام هذا الحمد لله راه واحد العدد كبير من الطلبه من التلاميذ من نزلاء ديال المؤسسه مروا، دازت الاستعداد ديالهم في احسن الظروف، وان شاء الله النتائج انا متيقن هذا العام غادي تكون نتائج جيده جدا ان شاء الله. انا كانت عندي بكالوريا علوم رياضيه، وهذا العام درت بكالوريا علوم انسانيه، فاتجهت بزاف للمواد الادبيه، لان المواد العلميه بحكم انني فايت خدمتها عندي بالنسبه للبكالوريا ديال العلوم الرياضيه، في المواد الادبيه اتجهت لانني اللي ركزت عليها باش هاد سميتو، لان العلوم الانسانيه هي ماده فيها المعامل ديال المواد الادبيه، معامل طالع، هذاك الشيء علاش ركزت على المواد الادبيه. وعبر كذلك عبر هذيك الحصص ديال الدعم اللي كنت كنقوم بهم، اللي كنقوم بها مع النزلاء اللي كانوا كيجيو لهنا للفضاء التربوي، كنت كنقوم بهذا الدروس ديال الدعم كنت كنقدمهم هنا في داخل المؤسسه، فهذا مكنني كذلك ما انني واحد الطريقه ديال المراجعه. مؤسسة السجل المحلي عين سبعة واحد بالدار البيضاء، فهي تعتبر مركز امتحان على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، وكتضم المرشحين ديال خمس مؤسسات سجنية اللي وصل العدد ديال المرشحين لحد الآن 116 مترشح ومترشحة. بالنسبة للشعاب احنا ما عندناش استثناء، احنا داخل مؤسسة السجن المحلي عين سبعة واحد يمكن توجد جميع الشعاب،
دون استثناء. عندنا الاقتصاد والتدبير، عندنا العلوم الفيزيائية، عندنا التكنولوجيا، عندنا صيانة المركبات المتحركة، البكالوريا المهنية، الشعب الأدبية. عملنا على ترقيم الطاولات بتنسيق معنية في التعليم، أيضا تجهيز القاعات بما يلزم وعدد المترشحين، أيضا قمنا بتنسيق مع نيابة التعليم من أجل تحضير اللوائح القبلية للمترشحين الذين سيجتازون الامتحانات فعليا. أيضا قمنا بإثبات هوية كل المترشحين من أجل تجنب أي حالة غش أو ما شابه ذلك. بالنسبة لحالة غش، المؤسسة لحد الساعة ما عرفت شي حالة غش في امتحانات البكالوريا. الأمور مرات لحد الساعة في أجواء منضبطة، في أجواء جد عادية، لأن كما تعرفوا هذه مؤسسة يعني فيها ذات نظام خاص. المعتقل كيخضع للتفتيش بشكل دوري عند دخول أقسام دراسية أو قبل دخول أقسام دراسية. قمنا بعملية تفتيش بواسطة الكاشف الإلكتروني، أيضا قمنا بتفتيش يدوي الإخوان، لأن ربما يكون شي تسريبات لعبارة الأوراق ولا شي حاجة، لتجنب أي حالة غش، من أجل منح أو كيف ما كنقولوا تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. حالة الغش هي تختلف تماما عن ما هو موجود في المؤسسة التعليمية الخارجية. لماذا؟ أولا لأن المؤسسة كيف ما سبقت وقلت هي مؤسسة أمنية، يعني الهواتف ما كاينينش، ليكيت ما كاينينش، يعني كاع الوسائل الإلكترونية ما كايناش. دونك اللي بقى هو غالبا يكونوا بعض الأمور اللي هي لفظية أو الأمور اللي عادية جدا. هذيك الأمور كنحاولوا ما أمكن أننا الإخوان ديال وزارة التربية الوطنية اللي شارفين على الامتحانات كيحدوا من الظاهرة هذه. كاين بعض الإخوان اللي هما متغيبين، هادوك حالات قليلة لأنهم تسجلوا عندنا في المؤسسة، حنا اللي شرفنا التسجيل ديالهم في البوابة الإلكترونية وبتنسيق مع نيابة التعليم. من بعد جاهم الإفراج قبل مواعيد الامتحانات، نسقنا معهم وتوصلوا باستدعاءات الامتحانات، توصلوا بها بشكل شخصي. ايضا هاتفناهم من هاتف المؤسسه من اجل اخبارهم على ان الامتحانات ها التوقيت ديالها المحدد والحضور، ومصحوبين بطبيعه الحال البطاقه الوطنيه ديالهم. كاين بعض الاخوه اللي التحقوا مفرج عنهم والتحقوا، كاين بعض الاخوه اللي تغيبوا.